أيها الحضور الطيب، حلت يوم 6 من فبراير الذكرى 51 لوفاة المجاهد محمد العقيل القطبي كما يحلو لي أن أرقب. ففي زمن اختلط فيه الجهاد بالإرهاب، وجب علينا أن نلقي بالضوء على ما قام به هذا الرجل ورفاقه من أعمال ترتقي فعلا إلى مرتبة الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال. من بداية المشوار كانت حين عفى الخطابي عن قاتل والده، الأمر الذي ساعد في توحيد الريف لمواجهة العدو المشترك، وقد يعتبر البعض وأنا منهم أن هذه كانت أهم خطوة يخطوها في جهاده. فلنجعل من هذا العمل قدوة لنا، ولنبدأ بالتسامح مع بعضنا البعض والثقة ولو قليلا في بعضنا. لنتطرق أيها الحضور الكريم لتفاصيل المعارك الحربية، فهي أمور أتركها للمؤرخين المتخصصين، إنما أنا جئت إليكم لحدثكم عن حياتنا اليوم وما أشبهها اليوم بالبارحة. أيها الإخوة الكرام، التحديات قائمة، ولكن ربما نكون نحن نفتها على ساحة الجهاد. هذه هي رسالتي جئت إليكم بها. جئت إليكم ولدي فكرة مشروع يهم سكنة الريف بصفة خاصة والمغرب كله بصفة عامة، ولن أكون مبالغا إن قلت إنه يهم منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، بل وربما العالم كله. وأنا لن أستطيع أن أقدم فيه شيئا إن لم أجد منكم كل العون، بل سيبقى هذا المشروع حلما أو مجرد كلاما إن لم نتوحد لتنفيذه. مشروع بناء مستشفى دولي لعلاج مرض سرطان الأطفال بالمجان من خلال التمويل الشعبي المباشر. هذا المستشفى موجود في مصر، وهو مستشفى 57-357، أرجوكم أن تبحثوا عنه في الإنترنت تحت هذا الاسم، وهو مستشفى 57-357. وهو مشروع وهدف أعتقد أنه يستحق أن نتكاتف جميعا لنحققه. لقد تحدثت مع غالبية الأسرة الخطابية، وقد أبدوا كلهم ترحيبا كبيرا بالفكرة، ووعدوا بتقديم قطعة الأرض اللازمة لهذا المشروع، وهو أقل واجب نقدمه لشعب الريف العظيم عارين الأسرة. إن هذا المشروع هو مناسبة رد جميل لشعب الريف، الشعب الذي ضحى بالغالي والنفيس، ضحى ولم يجد مرضى حياته، بل لم يحصل إلا أشواكا وأمراضا من جراء استعمال الغازات السامة وأسلحة الدمار الشامل بهدف محوه تماما من على وجه الأرض، في ظل إنكار فاعل الجريمة واستعمالهم لضمائرهم ولضمائرنا. إن استمرار كل من إسبانيا وفرنسا في إنكار تلك الجريمة لهو كاقترافها يوميا، والقول بأن هناك ضحايا إسبان لتلك الغازات لهو استعمال الألفاظ في غير موضعها. فإن كانت حكومتهم لم تعطيهم كمامات جيدة لتقيهم من سمومهم أثناء قصف شعبنا، فهذه مشكلتهم مع حكومتهم، ولا يجوز أن يقال عنهم أنهم ضحايا هنا عندنا في الريف، على الأقل حتى تعترف دولهم بالجريمة ويتبرأ منها شعبهم مثلما يتبرأ الشعب الألماني من جرائم هتلر. والقول بأنها كانت الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجنود الأسبان هو لي آخر لرقبة الحقيقة، بل كان يكفيهم وقف العدوان لينقذوه. ولكن كبرياء الغزاة وغرورهم أبى أن يسجل التاريخ هزائمهم وطمعهم في أرزاقنا وأراضينا حالا دون أن يوقفوا عدوانهم مهما كانت أعداد من يموت من شبابهم، فما بالهم بشبابنا. سيتعين على كل من إسبانيا وفرنسا تقديم أكبر قدر من المساهمات لبناء هذا المستشفى وتجهيزه، وهو أقل ما يمكن أن يقدموه إن كان فعلا دولا معنية بحقوق الإنسان وبالتحضر وبالإنسانية التي يدعون وبحقوق الإنسان التي يناصرون. فليس أقل من جبر الضرر، بل وربما تعويض أسر الضحايا إن كان لهم المطالب. إن هذا المستشفى سيكون بمثابة صلح حقيقي مع الماضي وفتح صفحة جديدة مع كل من كانت له يد في هذه الجريمة، حتى نقف ونقول من القلب الخالص عفى الله عما سلف. وأخيرا أيها الحضور الكريم، أختم بكلمات قصيرة قالها المجاهد، ربما كلمات تعرفونها جيدا، وهنا أفتح قوس: إن عدم الإحساس بالمسؤولية هو السبب في الفشل، فكل واحد ينتظر أن يبدأ غيره. أشكركم سيداتي سادتي.